السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم معلومة كل يوم. في هذا الفيديو سنستعرض عليكم رتب أفراد الجيش الشعبي الوطني الجزائري، من أول رتبة وأدنى رتبة إلى أعلى رتبة في الجيش. تنقسم رتب الجيش الجزائري إلى 5 أصناف سنذكرها على التوالي. الصنف الأول هو رجال الصف المتعاقدون، ويتكون من 3 رتب، وهي رتبة الجندي ولا تحمل أي علامة أو إشارة، رتبة العريف كابورال، رتبة العريف الأول كابورال شاف. الصنف الثاني وهو صنف ضباط الصف، ويتكون من 4 رتب، وهي رقيب أول سيرجون شاف، مساعد أجيدون، مساعد أول أجيدون شاف. الصنف الثالث وهو الضباط المرؤوسون، ويتكون من 4 رتب، وهي مرشح أسبيرون، ملازم سوليوتنون، ملازم أول ليوتنون، نقيب كابيتان. الصنف الرابع وهو صنف ضباط السامون، ويتكون من 3 رتب، رتبة رائد كوموندون، رتبة مقدم ليوتنون كولونيل، رتبة عقيد كولونيل. الصنف الخامس وهو ضباط العمداء، ويتكون من 3 رتب أيضا، رتبة عميد جنرال، رتبة لواء جنرال ماجور، وأخيرا رتبة فريق جنرال ديكور دارمي، وهي أعلى رتبة في الجيش الوطني الجزائري الشعبي لحد الآن. السلام عليكم.